بداية نحب نرحب بضيوفنا الكرام اللي شرفونا النهارده في نقابة محامين الفيوم، الأستاذة الدكتورة بهاء محمد عبد المعبود، أستاذ الطب الشرعي وسمو بكلية الطب جامعة أسيوط، والأستاذ عيان عبد الوهاب حسن، كبير خبراء الأدلة الجينية والتدقيق والتزويق، طبعا قامات في مجال الطب الشرعي والادويه الجينيه، وطبعا هم تحملوا مشقه وعناء السفر علشان يكونوا موجودين في وسط حضراتكم النهارده، وباذن الله تكون دوره مفيده لحضراتكم جميعا باذن الله. هي طبعا الدوره بعنوان الطب الشرعي والادويه الجينيه في الكشف الضرائب النفس والمال. الدوره دي بتنظمها اللجنه الثقافيه بالنقابه العامه بالتنسيق مع نقابه المحامين الفرعيه. وطبعا لا يفوتنا في هذا المقام الا ان نشكر ونتوجه بالشكر وجزيل الشكر لمعالي النقيب الاستاذ محمد عبد العظيم كركاب رئيس اللجنه الثقافيه بالنقابه العامه. وطبعا الدوره تحت رعايه معالي النقيب الاستاذ عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. ان شاء الله هيشرفنا بالحضور هو الاخر بسبب السفر الاستاذ محمد القصار عضو النقابه العامه. باذن الله هي الدوره الاولى وليست الاخيره. طبعا احنا بندرس الاستاذ محمد عبد العظيم معانا، وخدنا وعد ان شاء الله يكون في دورات كثيره الفتره القادمه ان شاء الله في نقابه الفيوم. وطبعا هو معانا النقيب فضل ان يبدا بنقابه الفيوم، هو له مكانه ولنا مكانه في قدرنا. ان شاء الله تكون دوره موفقه، وباذن الله في نهايه الدوره جميع الحضور هيتسلم شهادات التقدير الخاصه بالنقابه العامه للاشراك مع النقابه الفرعيه، بس بعد نهايه الدوره ان شاء الله. نتمنى ان هي تكون دوره موفقه وان شاء الله تكون كذلك، وباذن الله يعني في القريب القادم هيكون في اكثر من دوره في شتى المجالات القانونيه، سواء في شهر العقاري او صياغه العقود او التحكيم، وخلاله باذن الله هتبقى برنامج كامل بالتنسيق مع المركز القانوني تم انشاءه مركز القانون والدراسات القانونيه بنقابه المحامين للفيوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والكلمه الان للاستاذ محمد عبد العظيم كركاب رئيس اللجنه الثقافيه وعضو النقابه العامه. تبتم وطاب ممشاكم وتبوحتم من الجنة منزلة. في الحقيقة مش حاسس اني سافرت ولو كيلو واحد من اسيوط ولا من القاهرة. حاسس اني في مكاني وبلدي وسط ولادي واخواتي المحامين والمحاميات. لانه للفيوم ومجلس الفيوم ومحامين ومحاميات الفيوم والله الذي لا اله الا هو مكانه عظيمه في قلبي. لانه منهم اللي ما كانش يعرفني واداني واختارني. وعشان كده انا اخترت الفيوم كاولى المحافظات بعيدا عن القاهره واسيوط عشان تكون فيها ثالث دوره للطب الشرعي. كانت اول دوره في شمال الجيزه، والدوره الثانيه كانت في اسيوط، وثالث دوره كانت في الفيوم. وان شاء الله مش هتبطل، وانا اتفقت مع سياده النقيب نقيبنا واخونا وحبيبنا نقيب حازم طه، على قال لي احنا في حاجه انه الدوره اللي هي تكون في الطب في الشهر العقاري بالتحديد. فان شاء الله دوره شهر عقاري باذن الله تعالى، ويحاضر فيها استاذ شهر عقاري، خاصه التعديلات الجديده والتسجيل في شهر عقاري. احنا في حاجه كلنا لمعرفه التفاصيل ودهاليز التسجيل بموجب التعديلات اللي حصلت في قانون الشهر العقاري. نرجو ان تكون تعديلات وليست تعقيدات. النهارده يعني في مكاني وفي بيتي وفي نقابه المحامين برحب بالاستاذه الدكتوره رجاء محمد عبد المعبود. هي رئيسه دكتوره واستاذه ورئيسه قسم الطب الشرعي في جامعة أسيوط، كلية الطب جامعة أسيوط. هي زوجة لزميل محامي الأستاذ عرفة محامي بالنقب. هي أم لوكيل نيابة رحمة الله عليه، مات شهيدا في حادث سير كان راجع من نيابة ملوي،
وتوفاه الله في حال السير. فهي من أسرة قانونية وهي تعتبر أخت وزميلة ومن هذا الحقل الكريم المحترم. أما القيمة والقامة ضيفنا النهاردة اللي جاي لنا من آلاف الأميال الخبير وكبير الخبراء الدكتور عليان اللي جاي لنا من قنا كبير خبراء الأبحاث والتزييف وكان رئيس الإدارة المركزية للأبحاث والتزييف على مستوى جمهورية مصر العربية. والله بقول له إحنا في الفيوم وهتتعب معانا ومعلش قال لي لو في حلايب لو في شلاتيل لو في الناحية التانية في مساعد طالما في علم والشباب المحامين أنا مستعد أروح. فتحية للدكتور عليان وتحية للدكتورة رجاء عبد المحمود ربنا يكرمها. أما عن مجلس نقابة الفيوم فأنا بشكرهم واحد واحد نقيبا وأعضاء وهيئة مكتب الكل. الشكر الموصول الجميل المحترم لمحاميات ومحامين الفيوم. سعيد إن أنا موجود في وسطكم وإن شاء الله تتكرر هذه الزيارة وهذه الدورات بإذن الله تعالى. والهدف من هذه الدورات في المقام الأول هو العلم والمعرفة. النهاردة احنا هنتكلم في حاجات كتير جدا. هنتكلم في حاجات تمس المحامي. المحامي من أول ما يخش مكتب الزميل المحامي عشان يتمرن في مكتبه بيقول له خد الدبونحة دي اقراها لخصها شوف أخبارها ايه ايه الأخبار. بيسمع أستاذه يقول في جنحة الضرب أنا طلباتي البراءة لتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي. لسه بقى عايز تعلم الدليل الفني يعني إيه؟ الدليل القولي يعني إيه؟ ومش كلمة تقال جزافا كده وخلاص دليل فني ودليل قولي. لأ لازم عشان أقول الكلمة دي لابد أن أكون على علم. فضل السيد بيه على علم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. الدليل الفني دائما احنا في حاجة ان احنا نتعلمه زي ما القاضي على المنصة في حاجة انه يتعلمه. دكتورة رجاء بتروح تحاضر في نادي القضاء بتروح تحاضر في معاهد في الدورات التدريبية لوكلاء النائب العام بتروح تحاضر في معاهد فتحت جديد اسمها معاهد شرعية في الأزهر دلوقتي معاهد طب شرعية معاهد معاون القضاء في الأزهر. اللي انا عايز اقول لحضراتكم انه من ادق ما يتعرض له المحامي في الجنايات مثلا في جناية القتل القتل بالسم ولا القتل بالسلاح الآلي ولا القتل بالسلاح الأبيض ولا القتل بإسفكسيا الخنق أو الغرق كل هذه الأنواع والجثة وما يحدث فيها من تغيرات رمية وما يحدث فيها من سقوط رمي وزرقة رمية وتاريخ الوفاة ومعرفة ساعة الوفاة وتاريخ الوفاة والأدوات المستخدمة وكم مضى على الوفاة 24 ساعة ولا أكثر من 24 ساعة وهل يستطيع المجني عليه التحدث بتعقل فور الإصابة ولا لا يستطيع التحدث. يعني من الأمثلة التي حضرنا فيها زمان من 10-15 سنة كان عندي جناية من بلد جنبنا اسمها صدفة. أنا من أبوتيج وبلد جنبنا اسمها صدفة تبع محافظة أسيوط. قالوا الطلقات اخترقت الحجاب الحاجز قصبة الهوائية وطلعت من جسد المجني عليه يعني لم تستقر الرصاصة في جسد المجني عليه بس فين في القصبة الهوائية والحجاب الحاجز. ومع ذلك الضابط قال أنا سألت المجني عليه من الذي قتلك فقرر أن الذي أطلق العير النارية هو فلان وكان معه فلان وفلان وفلان فدفعت الدفع ده. هل يستطيع المجني عليه اللي القصبة الهوائية مضروبة بالنار والحجاب الحاجز مضروب بالنار القصبة الهوائية فاهمين عليه بقى هل يستطيع التحدث القصبة الهوائية دي هل يستطيع وهي مضروبة ومخترقة بعيار ناري آلي
انه يستطيع يتحدث مع الضابط ويقرر له من الذي احدث اصابته التي اودت بحياته بعد ذلك. هو ده كان الدفع اللي انا دفعته، وكان المفتاح فيه للطب الشرعي. من الذي يجيب على هذا التساؤل؟ هو الطبيب الشرعي. وهكذا هتكلمنا الدكتورة رجاء عن الوفاة، وهتكلمنا الدكتورة رجاء عن الجروح وأنواع الجروح، وعن الإصابات وأنواع الإصابات، وعن الإصابة والأداة التي تستخدم في إحداثها، وعن الإصابة ومدتها إمتى حصلت، من ساعة، من اثنين، من ثلاثة، الأثر اللي بيترتب على حدوث الإصابة، كل ده هنتعلمه من الدكتورة رجاء عبد المعبود. فلتتفضل مشكورة. اللي بتبلغ عن حالة الوفاة، مفروض الطبيب اللي بيروح يفحص حالة الوفاة يعرف إذا كانت الوفاة دي طبيعية أو مشتبه في جنائياتها، لأن هناك حالات وفيات لابد أن تبلغ بها النيابة وتعرض على الطب الشرعي. إذن لابد ان الطبيب يبقى عارف ايه هي حالات الاصابات وايه هي العلامات التي تدل على عدم طبيعية الوفاة. ايه هي بقى الوفيات التي يجب التبليغ عنها، تبليغ النيابة عنها، وبالتالي النيابة بتنتدب الطب الشرعي لفحص حالة الوفاة؟ هي حالات الوفيات بسبب العنف الواضح على الجثة، لقيت فيها إصابات، فيها طلق ناري، فيها إصابة قطعية، فيها جرح طعني، فيها علامات غرق أو اختناق. دي إصابات واضحة أنها إصابات جنائية، قد تكون انتحار وقد تكون ناتجة عن اعتداء من آخرين. إنما هناك إصابات بيبقى مشتبه احتمال أنها تكون وفيات جنائية، أو قد تكون بعد التشريح يثبت أنها وفيات طبيعية. من الوفيات التي لابد أن هي تفحص بواسطة الطب الشرعي طبعاً حالات التسمم، وحالات الوفاة أثناء العمليات الجراحية إذا اشتبه الأهل في وجود خطأ طبي أو إهمال من جهة الطبيب، وحالات الوفيات في السجون أو أثناء التوقيف أثناء القبض على أي مشتبه به. فلو حصلت الوفاة أثناء القبض عليه أو في السجن لابد أن تعرض هذه الحالة على الطب الشرعي. وحالات الوفيات التي توجد في وضعية غير طبيعية، يعني لو الطبيب راح يفحص جثة على أساس أن ده واحد متوفي، راح من المظاهر والعلامات الموجودة فيها والتغيرات التي تحدث بعد الوفاة اكتشف أن الوفاة دي لها يومين ثلاثة، فده شيء مريب. أهل البيت ليه ما بلغوش عن حالة الوفاة في وقتها؟ أو لو وجدت الجثة مثلا مقطعة الأوصال، أو وجدت جزء من الجثة، أو إن الجثة وجدت في مكان غير طبيعي، جثة ملقاة في الخلاء، جثة ملقاة في حمام عام، وجود أكتر من جثة مع بعض في وقت واحد، كل دي علامات مريبة لابد أن تفحص بواسطة الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود جناية وراء هذه الوفاة. أيضا من الحالات التي يشتبه في جنائيتها الوفاة المفاجئة. الوفاة المفاجئة دي اللي هي إن الشخص يكون شخص سليم، وخاصة الشباب، ومع له لم يشتكي من أي مرض وفجأة يجدوه متوفي، فدي اسمها وفاة مشتبهة. احتمال يكون هذا الشخص دس له سم، أو حدثت له الوفاة بأي طريقة ما، فلابد أنه يتعرض على الطب الشرعي للتأكد إذا كانت هذه وفاة جنائية أو طبيعية. وفي أغلب الحالات بتكون وفاة طبيعية نتيجة لوجود عامل مرضي كامن، يعني ملوش أعراض، ما اشتكاش من حاجة، لكن بعد ما يتم تشريح يتضح إنه عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في الجهاز العصبي، أو عنده كان عنده قرحة وحصل فيها انفجار وهو لم يشتكي منها،
فكل هذه الوفيات هي وفيات مشتبه فيها. بنقول ان التشريح ضروري حتى لو كانت المظاهر الخارجية او الصفة الظاهرية لفحص الجثة تدل على سبب الوفاة. لقيت فيه جرح قطعي واضح، يعني مثلا لقيت ان رقبته مقطوعة، هل معنى كده اني خلاص عرفت سبب الوفاة وما شرحش الجثة؟ بنقول كل الجثث لابد ان يتم التشريح فيها للتأكد من عدم وجود سبب تاني غير السبب الواضح الظاهري. وطبعا محتاجين ان بناخد عينات ونفحصها، سواء عينات للفحص الكيميائي او عينات للفحص البيولوجي او لفحص الانسجه. الحالات التي لا تشرح هي خلاف ما قلنا، اللي هي حالات الوفاه الطبيعيه او حالات الوفاه في حادث واضح ما فيش وراه خلفيات جنائيه، فكل هذه الوفيات او لدغ العقارب او عض الحيوانات زي الكلاب المسعوره، وقد تكون يعني في عندها مرض زي مرض الكلب والحاجات دي، كل هذه الوفيات بتبقى وفيات غير مشتبهه ونعتبرها وفاه طبيعيه لا تحتاج للتشريح او العرض على الطبيب الشرعي. عندما تحدث الوفاة هناك تغيرات بتحدث في الجثة بنسميها التغيرات الرمية. من هذه التغيرات انت لما تشوف جثة وتمسك ايد المتوفي وتلاقيها ساقعة تقول ايه؟ لا ده مش عايش، ده متوفي. اذا البرودة اللي بتحدث في الجسم دي من علامات الوفاة لتوقف العلامات الحيوية او الأعمال الحيوية اللي بتوجد في الجسم التي تولد وتنظم الحرارة في الجسم. عندما تتوقف تصبح الجثة زي أي شيء موجود، تنتقل الحرارة من الجثة إلى الوسط اللي حواليها وتاخد درجة حرارة الوسط اللي هي موجودة فيه، طبعا بمعدل معين، بحيث ان الشخص ده بيفقد حوالي من درجة لدرجة ونص في كل ساعة، فنقدر ان احنا نحسب الزمن المنقضي على الوفاة من قياس درجة حرارة الجثة. طبعا قياس درجة حرارة الجثة دي مفروض يقوم بها الطبيب الشرعي، ودي بتقاس في حالة ان الجثة، طبعا انا قلت امسكوها بالمقلوب، مسكتها بالمقلوب اعمل ايه بس؟ مال ايه؟ حاضر ماشي. بنقول ان مفروض ان تقاس درجة حرارة الجثة بواسطة الطبيب الشرعي، بيحط ترمومتر كبير طوله حوالي نص متر في فتحة الشرج للمتوفي ويقيس درجة الحرارة، ولو اثناء التشريح بيحط الترمومتر ده ورا الكبد. ما ينفعش ان احنا نقيس درجة حرارة الجثة من الفم او تحت الإبط زي الاحياء. المفروض ان الجثة اللي بتتقاس درجة حرارتها هي الجثة التي لم توضع في الثلاجة، لان طبعا وجودها في الثلاجة ده عامل تدخل في ايه؟ في برودة الجثة الطبيعية. فطبعا ساعتها الطبيب يقول لا يمكن معرفة الفترة المنقضية أو وقت حدوث الوفاة باستخدام قياس درجة الحرارة، لأن الجثة أول ما بتتحط في التلاجة في خلال ساعتين مثلا تكون خدت درجة حرارة التلاجة. المشكلة عندنا هنا إن الطبيب الشرعي مش بيروح يفحص الجثة في مسرح الحادث، وبالتالي لا يتم قياس درجة الحرارة، فبنفقد أهمية هذا التغير. تاني تغير بيحصل، احنا بنقول ان في مشكلة عدم تواجد الطبيب الشرعي في مسرح الحادث لفحص الجثة وتحديد زمن الوفاة، والجثة بتنقل وتوضع في ثلاجة، وبعدين يجي الطبيب الشرعي يقول لا يمكن الجزم بوقت حدوث الوفاة او الفترة المنقضية على الوفاة نظرا لتداخل
عوامل الحفظ في الثلاجة مع التغيرات التي تحدث في الجثة بعد الوفاة، اللي هي التغيرات الرمية. النظام عندنا في مصر مش بيستدعي الطبيب الشرعي لمسرح الجريمة إلا في بعض الحالات، يعني في حالات نادرة وبناء على طلب النيابة. بنرحب بالسيد الاستاذ محمد الكسار عضو النقابه العامه. اهلا بحضرتك استاذ محمد. انا صوتي كده واضح، هكمل انا المحاضره بقى. اتفضل. نعم. انسى؟ واعمل ايه؟ وعليكم السلام سعاده النقيب، ازي حضرتك؟ شرفتنا. حاضر. بس انا مش واخد على الزعاق. حاضر. اوكي تمام. يبقى احنا عندنا وكلاء النيابه، الطبيب الشرعي لا يستطيع ان ينتقل لاي مكان او يؤدي اي عمل الا باستدعاء من النيابه، زي ما حضراتكم عارفين. يقول لك ينتدب الطبيب الشرعي. مشكله قوي ولا؟ حاضر. ينتدب الطبيب الشرعي لفحص الجثه، فهو ما بينتدبش الطبيب الشرعي لفحص الجثه في مسرح الحادث، وبالتالي جثه بتتحط في الثلاجه وبعدين يسقط مننا الجزء بتاع تحديد فتره حدوث الوفاه. اتفضل حضرتك، تاخد الميكروفون حضرتك. ليه الطبيب الشرعي ما بيروحش يفحص الجثه مكان الجريمه؟ هو طبعا الدكتوره قالت سبب قوي جدا، انا ما بقدرش اتحرك قبل صدور قرار النيابه بفحص الجثه. السبب الاخطر قله عدد الاطباء الشرعيين في جمهوريه مصر العربيه. انا عندي في طب شرعي في قنا بيشتغل في مجال 120 كيلو، بيبقى دشنا بس فيها 5-6 حوادث في اليوم. لو كل جثه هتفضل قاعده لحد الطبيب الشرعي ما يروح يفحصها في مكانها، يبقى مش هيخلص ويحصل تعفن رمي في الجسم. فالسبب الاساسي قرار النيابه، والسبب الثاني قله عدد الاطباء الشرعيين، وبرضه لان غالبيه الاطباء الشرعيين بيطلعوا لدول ثانيه بعد تدريبهم وتجربتهم. ماشي. هو فعلا زي ما سعاده الدكتور بيقول، عدد الاطباء الشرعيين قليلين، وده يعني يرجع لعدم تعيين القدر الكافي. احنا عندنا عدد الاطباء بوجه عام في مصر اللي بيتخرجوا من كل من دفعات او كليات الطب الشرعي، احنا بقى في كل محافظه في كليه طب. انا الدفعه اللي بدرس لها السنه دي أكثر من 900 طالب، ده في الكلية الحكومية بس، ده غير الكليات الخاصة. فطبعاً عدم اهتمام أو عدم تقدير من وزارة العدل لأهمية الطبيب الشرعي، صراحة لو هم حاسين أهميته كانوا يخلقوا له ميزانية ودرجات ويعينوه عشان يقدر يوفي بالمهام المهمة جداً اللي مفروض انها يقوم بها الطبيب الشرعي. من التغيرات الرمية الاخرى غير البرودة الرمية، الرسوب الدموي. الرسوب الدموي هو عبارة عن عند توقف الدورة الدموية، الدم الذي يجول بقوة ضغط القلب بيتوقف القلب، فالدم بيحدث له ترسيب في حسب الجاذبية الارضية. يعني لو الجثه موجوده على ظهرها، الدم كله بينزل ناحيه الارض. لو الجثه منكفئه على وجهها، الدم كله بيجي على الناحيه اللي هي وجه الجثه المتجه ناحيه الارض. لو جثه معلقه زي في حاله الشنق، بيبقى الرسوب الدموي في الاطراف السفليه واليدين والاعضاء التناسليه اللي هي الاجزاء المدلاه ناحيه الارض. بالاضافه لكده، يعني احنا الرسوب الدموي هو
علامة أكيدة على حدوث الوفاة، وهو علامة تدلنا على وضعية الجثة في الساعات الست الأولى بعد الوفاة. إذا الجثة وجدت في وضعية معينة ست ساعات أو من ست لثمان ساعات، فالرسوب الدموي بيتكون ويثبت في وضعية معينة. إذا هذه الوضعية تم تغييرها يبقى الرسوب الدموي مش هتغير. يعني أنا كان عندي قضية فيها كانت إحدى الصحفيات الشهيرات وجدت معلقة في عمود السرير في منزلها في حجرة النوم، وأول ما شافوها النيابة والشرطة والكلام ده قالوا دي انتحرت. لكن الطبيبة الشرعية وهي بتشرحها كتبت في التقرير أن الرسوب الدموي يوجد في خلفية الجثة. إذا تم العثور على جثة معلقة ورسوب الدموي في خلفيتها، يبقى دليل على إن دي مش هي الوضعية اللي كانت فيها هذه الجثة بعد الوفاة، وإن الرسوب الدموي تكون في خلفية الجثة وتم تعليقها بعد ذلك لتضليل العدالة أو للهرب من مسؤولية قتل هذه السيدة. ودي بتحدث في حالات كثيرة جدا. في قضية أخرى كانوا بيتهموا فيها سائق بأن هو تعاون مع بعض الأشخاص في نقل شاب لمكان معين وقتله. السواق ده كان خد العربية من صاحبها وناس طلبوا منه ان هو يقوم بفحص ان هو ينقل معاهم شخص. السواق قال انا ركبت مع الناس دي او الناس دول ركبوا معايا ورحنا مكان معين. الناس دي كانت لابسه ملابس شرطه فقالوا له عايزينك تروح معانا مأموريه البلد. راح معاهم وطلعوا بيت ونزلوا بشاب صغير معاهم وركبوا العربيه معاه وجم عند مكان معين قالوا له وقف هنا ادوله حسابه ورجع هو سلم العربيه لصاحبها. بعد كده وجدوا الجثه في الزراعات مضروبه بعده طلقات ناريه في الراس وموجوده منكفئه على وجهها، تمام كده، وايديها مربوطه ومعصبه العينين. اتهموا السواق ده بان هو مشارك مع اخرين في قتل هذا الشاب. فالقضية دي لما جاتني وقعدت أقرأ تقرير الصفة الظاهرية اللي موجود في تقرير الطب الشرعي عندنا بتكون بعد الدباجة من الوصف الظاهري للجثة ومن الأشياء اللي بتوجد في الوصف الظاهري الاستعراف على الجثة والتغيرات الرمية ثم الإصابات الظاهرية، وبعد كده بيقوم بعملية التشريح. الدكتور بيقول ان الرسوب الدموي يوجد في مواضعه الطبيعيه بخلفيه الجثه. ده اللي مكتوب في حاله وجدت منكفئه على وجهها. لكن وكيل النيابه لما بعت مذكره للطب الشرعي نسي يكتب وضعيه الجثه وقت العثور عليها. فالطبيب الشرعي كتب ان الرسوب الدموي لان هو وجده كده فعلا في خلفيه الجثه ما عدا مواضع الاتكاء او الارتكاز اللي هي الاماكن البارزه من الجسم المضغوطه بالارض. فلما جاتني القضيه دي قلت لهم لا، ده السواق ده بريء لان هو معروف ان هو خد العربيه الساعه كذا ورجعها لصاحبها الساعه كذا، وان الجثه دي وجدت على ظهرها لمده من 6 لـ8 ساعات قبل ان توجد في الوضعيه التي تم العثور على الجثة فيها وهي وضعية الانكفاء. فده دليل على براءة السائق من قتل هذا الشخص، تمام كده. يبقى دي أهمية الرسوب الدموي. بالإضافة لكده الرسوب الدموي لونه بيدل على سبب الوفاة. الوفاة الطبيعية الرسوب الدموي هنشوف لونه زي ما حضراتكم شايفينه، ده الوفاة الطبيعية. الواحد بعد ما يموت وهو نايم على ظهره بيحدث ان الرسوب الدموي يبقى لونه بنفسجي ويوجد في خلفيه الجثه. بتكون الاول عباره عن بطش صغيره من الدماء تتجمع لتغطي السطح ما عدا المناطق المنضغطه
اللي مقفوله فيها الاوعيه الدمويه بضغط الجسم مع الارض زي ما حضراتكم شايفين. في اماكن بيضاء، دي الاماكن البارزه اللي هو لوح الكتف والمنطقه المقعده مضغوطه ما فيهاش الدماء، مش موجوده في الاوعيه الدمويه عشان كده ما فيهاش ايه دم. دي بتورينا بالظبط وضعيه الجثه كانت على ظهرها، وان دي وفاه طبيعيه. للوفاه اللي هي ناتجه عن النزيف هيبقى الدم مش موجود في الاوعيه الدمويه، سواء كانت حاله نزيف داخلي او نزيف خارجي. الحاله اللي حضراتكم شايفينها في الصوره دي هنلاقي ان في دم متكبد في داخل الجثه، يعني ده نزيف داخلي، وعلى الرغم من كده ظهر الجثه لونه ابيض. شايفين الصوره اللي على الشمال؟ ده ظهر الجثه لونه ابيض ما فيهوش رسوب دموي. ليه؟ لان الدم كله موجود في تجاويف الجسم. لو حاله ذبح والدم فيها النزيف كان نزيف خارجي نلاقيه في مسرح الجريمه، لكن ما نلاقيش الرسوب الدموي موجود على الجثه، ما يبقاش واضح. يبقى ايه؟ يقول لك ان الجثه فيها بهاته. الجثه الرسوب الدموي يوجد بشكل باهت في خلفيه الجثه. وكذلك الاعضاء الداخليه يبقى فيها بهاته لان ما فيهاش دم. الرسوب الدموي زي ما قلنا بيورينا سبب الوفاه. فلو الوفاه كانت ناتجه عن مواد سامه زي اول اكسيد الكربون زي في حالات الحرائق، نجد ان الرسوب الدموي بيبقى لونه احمر، لون احمر وردي. فالجثه تبقى مصبوغه احمر وردي زي اللي موجوده في الشريحه ما عدا اماكن الانضغاط. يعني الجثه دي كانت مكفيه على وجهها والايدين تحت الصدر، فلما شلنا الايدين اماكن الانضغاط اللي هي كانت ناحيه الارض اللي هي الصدر واماكن ما كان حاطط ايديه ما فيهاش رسوب دموي، انما باقي الجثه وعند الركب باقي الجثه فيها لون احمر، ده تسمم باول اكسيد الكربون. اللون اللي حضراتكم شايفينه في الرسوب الدموي في الشريحه دي نتيجه حاله تسمم بماده اسمها النترات او بماده اخرى اسمها كلورات البوتاسيوم. الماده دي بتتحد بهيموجلوبين الدم وتكون لون مدي على بني، فبتبقى دي نشخص بيها حاله التسمم بالاضافه لفحص العينات كيميائيا. دي اللون بتاع الدم اول اكسيد الكربون، لان في حاله الحرائق غاز اول اكسيد الكربون بيتحد بالاكسجين ويعمل لي لون احمر. فدي الجثه اللي هي في حاله الوفاه من الحريق باول اكسيد الكربون. والاجزاء اللي حضراتكم شايفينها بيضه دي نتيجه الانضغاط على الفرش على السرير وكرمشه الهدوم او الفرش تحتيه. نيجي لتغير تاني مهم جدا اللي هو التيبس الرمي. بنقول الجثه احنا لقينا الشخص متخشب، فالتخشب ده او التيبس الرمي هو تغير بيحدث نتيجة الوفاة. بعد الوفاة مباشرة تبتدي فور حدوث الوفاة العضلات يحدث فيها رخاوة، تبقى الجسم مرتخي، نمسك ايد الشخص ونسيبها تقع تسقط، دي اسمها الرخاوة الأولية. بعد كده بيتكون فيها مادة كيميائية تخلي العضلات تتيبس. تتيبس في كل العضلات لكنها تظهر في العضلات الصغيرة أولا اللي هي عضلات الوجه واليدين لأن كتلتها صغيرة، فأي تغير فيها هيبان. عشان كده الشخص ده بعد الوفاة بنقفل له عينيه، نسبل له عينيه ونربط له الفك عشان لما يحصل له تيبس وينشف على كده يبقى بقه مقفول وعينيه مقفولة، نوع من تكريم الميت. طبعا حالات الوفيات اللي هي محدش حاضر معاها بتبقى بنشوف عينيها مفتوحه وبقها مفتوح وكده. دي التيبس الرمي. التيبس الرمي بيتكون خلال 12 ساعة وبيستمر كاملا لمدة 12 ساعة
يبقى كده أنا عندي 24 ساعة. بعد كده يبتدي التيبس الرمي يزول بنفس الترتيب في العضلات الصغيرة وبعدين في العضلات الكبيرة في خلال 12 ساعة تانيين. إذن أنا لو لقيت الجثة في مرحلة تكون التيبس الرمي أقدر أقول إن لم يمضي على الجثة 12 ساعة، لأن لسه ما كونش تيبس، لسه في مرحلة التكوين. لو لقيت الجثة في وقت نقول فيه تمام التيبس الرمي، يبقى في الحالة دي مر على الجثة لم يعني لم قضي عليها 24 ساعة. لو لقيت إن الجثة في مرحلة الرخاوة وفي الحال ده بتظهر التعفن فيها، بداية التعفن، يبقى ده الرخاوة الثانوية لتحلل الجثة. إذن أنا ممكن من التيبس بعرف وقت حدوث الوفاة، ولكن التيبس عشان حضراتكم تبقى عارفين في بعض الجثث أو في بعض الحالات نلاقي الشخص اللي مات في الشتاء غير اللي مات في الصيف. درجة الحرارة المرتفعة بتسرع في تكوين وزوال التيبس الرمي، ودرجة الحرارة المنخفضة تبطئ تكوين وزوال التيبس الرمي. الشخص اللي مات نتيجة لمجهود عضلي شديد أو حدوث تشنجات بيحدث ليه التيبس الرمي سريعاً ويزول سريعاً. ففي عوامل بتؤثر حسب كل حاجة. ده شكل التيبس الرمي، الجثة متخشبة، يعني أنا لو حطيت الجثة رأسها على كرسي ورجليها على كرسي تاني تلاقيها واقفة زي المسطرة، تلاقيها بين الكرسيين لا ترتخي ولا تسقط، زي ما حضراتكم شايفين رجلين المتوفي في الهواء وعلى الرغم من كده لم تسقط. ليه؟ لأنه حصل له تيبس رمي وهو نايم على الأرض مثلا، فرجليه ممدودة، تفضل ممدودة. من أهمية التيبس الرمي إنها بيورينا شكل الجثة أو وضعية الجثة ساعة الوفاة، لأن هو بيتيبس على وضعه. يعني هنشوف صورة كده، الشخص ده تيبست إيديه ورجليه وهو في وضعية معينة، فبعد الوفاة ما زالت إيديه ورجليه في هذه الوضعية، يعني مثلا كان منكفي على ركبه، فلو إحنا عدلناه على ظهره تفضل الركب متنية والإيدين متنية. لو واحد كان رافع إيديه وسندها على مكتب مثلا، لو إحنا نيمناه على الأرض تفضل إيديه مرفوعة. يبقى بتورينا الوضعية اللي كان فيها الشخص وقت حدوث الوفاة. نعم؟ إيه؟ يدفن؟ التيبس أثناء عملية التشريح و التعامل مع الجثة بيكسر التيبس، بيشدوا العضلة فبتاخد الوضع الطبيعي. في حاجة اسمها التوتر الرمي، وده بيحدث أثناء الوفاة مش بعد الوفاة، أثناء الوفاة في الوفيات اللي بيبقى فيها الشخص ده بيموت في حالة توتر عصبي شديد. زي ما هتشوفوا حضراتكم الصورة دي حالة غريق. ومن هنا جه المثل اللي هو يقول لك الغريق يتعلق بأشياء. الغريق وهو بيموت بيحاول ينقذ نفسه فبيمسك رمل وحشائش من قاع مجرى الماء على أمل إن هو احتمال يلاقي حاجة يمسكها تنقذه. فدي بتفضل إيده منقبضة، وساعة بعد الوفاة ما يحصلوش في إيده ارتخاء ولا يحصل فيه اي تغيير لحد ما يحصل تحلل للجثه. دي حالات نادره بتحدث في حالات الانتحار وفي بعض حالات الاعتداء على اشخاص. يمكن لو حضراتكم تفتكروا الافلام بتاع زمان زي فيلم فريد شوقي كده، كان في واحده ست اتقتلت، ست خرصه كده ايام زكي رستم، ومسكت سلحفاه في ايدها منقبضه كده، فلاقوها فعرفوا الشخص صاحب السبحة دي مين وعرفوا القاتل. فده كانت في حالة توتر رمي شديد. نعم؟ لا دي كانت في الفيلم. لكن في حالات كتيرة، يمسك هدوم الشخص، يمسك شعر من الشخص، يمسك ساعته
اي حاجه يطولها يمسكها ويموت وهو ماسكها، او حالات الانتحار. يعني لو واحد مثلا بينتحر بقطع الرقبه ممكن يبقى ماسك السلاح اللي هو او السكينه في ايده، بس عدم وجودها لا ينفي الانتحار. وادي اللي بالنا، مش كل حالات الانتحار لازم يكون ماسك السكينه في ايده، لكن لو لقيناه ماسك السكينه في ايده في وضع الانتحار يبقى هو فعلا منتحر. طبعا بالاضافه لمواصفات الجرح الذي يدل من اتجاهه وعمقه على ان احدثه الشخص بنفسه. في حالات الوفيات من الحريق، الشخص اللي هو توفى حرقا بيحصل فيه انقباض في المفاصل بتاعه الجسم، فياخد وضع بنسميه وضعيه الملاكم اللي هو ايه البوكسر اتيتيود، لان كل العضلات بتتني فيبقى كانه بيدافع على نفسه. في ناس لما بتشوف الجثه بالشكل ده يقول لك لا ده كان بيتخانق مع حد وهديله بالبنيه يعني، فكله متني كده واخد وضعيه البوكسر ده، لكن هو نتيجه لان المفاصل بيحصل فيها انسناء نتيجه لان العضلات بتتجمد بتاثير الحراره. زي البيضه كده لما نيجي نقليها على البوتاجاز بنحطها سائله فبتتحول لشيء صلب، اللي هو ايه لما نقلي بيضه او نسلقها السائل اللي جواها بيتحول لماده صلبه لانها ماده بروتينيه، بروتين العضلات بتاعتنا بروتين، فلما بتتعرض للحراره بتتجمد فتروح تانية المفاصل فتاخد الوضعيه دي. فدي وضعيه من مات حرقا. طبعا احنا ايه في حاجات مفوتة عشان اتفضل. دايما في حالات الحريق، في حالات الحريق دايما السؤال اللي بيسأله النيابة بداية الحريق ايوه الدكتور الشرعي بيكشفها ازاي بيعرف ادلة جنائية، او الدكتور الشرعي بيعرف بداية الحريق منين وساعة الحريق منين، وهل هو بفعل فاعل او نتيجة ايه؟ وطبعا سؤال ساعة النقيب مهم جدا، لكن هي الوظيفه دي مش وظيفه الطب الشرعي، دي وظيفه الادله الجنائيه، وبيعرفوها بفحص مسرح الحادث من مكان بدايه الحريق، هو المكان الذي فيه اكثر درجه حريق، اكثر مكان فيه تدمير. يعني لو موجود الحريق في غرفه مثلا بيشوفوا اكثر مكان فيه تدمير للموجودات في الشقه او في الاوضه، ويقولوا من هنا ابتدت. طبعا دي حاجات هندسيه ويعرفها الادله الجنائيه اكتر من الطب الشرعي، لكن احنا برضو بيبقى عندنا بعض الخلفيات فيها، لان يهمنا معاينه مسرح الحادث بواسطه الطب الشرعي لمعرفه سبب الوفاه، وقد يكون الحريق وسيله لاخفاء طريقه قتل اخرى. يعني مثلا الشخص ده ضرب بالنار، وهنلاقي في مكونات الغرفة مقذوفات، أو نلاقيها في جسم المتوفى، أو قتل خنقا، أو قتل بالسم وبعدين ولعوا في الشقة. ففي الحالة دي لازم الطب الشرعي برضو مع الأدلة الجنائية يفحص مسرح الحادث أو مسرح الجريمة. بناخد عينات من الخنق، يعني خنق لو هو اتخنق باليد، انا تقال اتخنق بالغاز، لو اتخنق باليد بيبقى فيه، لو لم تصل النيران للرقبة في الغالب مع ثاني مرحلة الثانية دي اللي بتحصل في العضلات بتخلي الجزء ده لا تصل ليه النيران، بيبقى مش كده. فلما يجي الطبيب الشرعي يشرح هيلاقي فيه سحجات وكدمات ظاهرية، أو هيلاقيها جوه الأنسجة، وهيلاقي العظم اللامي اللي هو جوه الرقبة هنا مكسور أو مضغوط نتيجة للخنق باليد. عايزين الأهم عند المحامين، خاصة شباب المحامين اللي بيحضروا في الدرع، الجروح وما يحدث فيها وأنواع الجروح. ماشي، واحنا كده وصلنا لاخر تغير اللي هو التعفن. ايوه اتفضل.
ايوه ما اقدرش احددها لو الجثه دخلت الثلاجه لا قبل الثلاجه يقدر يحددها بعد الوفاه 6 ساعات اقدر احددها من درجه البروده ومن التيبس الرئوي ومن درجه الرسوب الدموي ومن درجه التعفن. الطب الشرعي لما الجثه بتتحط في الثلاجه هيقول لك ان كل التغيرات دي بتتاثر يعني ممكن تتوقف او تبطئ نتيجه لوجود الجثه في الثلاجه. تمام. لا مش درجه الحراره بس، درجة الحرارة بعد فترة بتاخد درجة حرارة الغرفة فتثبت على كده، ولو حصل تعفن ممكن ترتفع درجة حرارتها نتيجة لتفاعلات التعفن. فهم عندنا كذا عامل، البرودة الرمية، التيبس الرمي، الرسوب الدموي، درجة التعفن، دول بيحددوا لي وقت حدوث الوفاة. لا مجتمعين، هم المفروض يبقوا مجتمعين عشان يدعموا بعض. لا ما هو هنقول ان ده مش هقدر احدد على وجه الدقه، يعني ممكن احدد بالتقريب لكن مش على وجه الدقه، لان الثلاجه تبطئ التفاعلات الكيميائيه دي. بدقة لا، مش بالساعة، بدقة لا. ايوه هو عملوا ابحاث كتيرة عشان يعني يتغلبوا على هذه المشكلة، منها ان هم بياخدوا عينة من السائل الزجاجي اللي موجود في العين عشان ان هم يحللوا المركب البوتاسيوم الموجود فيه، لأن مركب البوتاسيوم معدلاته بتختلف بعد وفاة الشخص. مش بياخدوا العينات دي لأن دي يعني حاجات بحثية مش بياخدوها. بياخدوا عينات من السي اس اف اللي هو السائل النخاعي اللي موجود في المخ والنخاع الشوكي، وبرضه يحددوا التغيرات الكيميائية اللي بتحصل فيه. بياخدوا عينة من الدم الموجود في القلب ويحددوا التغيرات دي، بس كل ده كروتين مش بتعمل في الطب الشرعي. نيجي لدرجة التعفن عشان نتكلم عنه بسرعة. التعفن وتحلل الجثة بتدخل فيه مجموعة من العوامل. أول عامل هو إن الجثة أو الشخص حتى الكائن الحي في جسمه ميكروبات في الجهاز الهضمي وفي الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي. الميكروبات دي والواحد عايش بتبقى تحت السيطرة، لكن لما الواحد يموت بيفقد القدرة على السيطرة، فهذه الميكروبات اللي موجودة وخاصة في الجهاز الهضمي تبص تلاقيها تزدهر وتتكاثر وتتخمر وتعمل لنا غازات التعفن اللي هي بتعمل انتفاخ في البطن وبتنتقل للدم برضو وتعمل لي انتفاخ في الأوعية الدموية فتعمل لي حاجة اسمها الشجرة الرمية. فتلاقوا الشخص ده جسمه منتفخ وخاصة البطن، ويبدأ في الناحية السفلية من البطن على اليمين، من يمين البطن ده مكان وجود أكتر كمية اللي هو مكان المعي الغليظ اللي هو يحتوي على أكبر كمية من البكتيريا والجراثيم. تنتفخ هذه الجثة هذا المكان ويبقى لونه أخضر. سبب الوفاة. من بعد وفاتي الجثة يعني كله نفس ذائقة الموت يا دكتور.
سعادة النقيب. ماشي أنا معاك هرد عليكي. في جثث كتيرة بتبقى في مرحلة التعفن المتقدم، فيجي الطبيب الشرعي يقول لك إن إحنا الجثة في وصفها الأولي ظاهري في درجة تعفن متقدمة، فيها تفلس في الجلد وتغير في لون الجلد وسقوط في الشعر وانتفاخ الجثة ورائحة كريهة وديدان تظهر على الجثة، وفي الآخر يقول لك والجثة على حالتها من التعفن وجدنا بها كدمات وسحاجات ويحدد لون رسوب دموي، فأنت كمحامي تقول له إزاي عرفت الجثة فيها تفلس في الجلد، الجلد عمل بقليل وفرقعت، اللون الشخص لو لونه أبيض بتحول للون أسود، يبقى حضرتك عرفت اللون التيبس الرمي منين وعرفت الكدمات والسحاجات منين. إذن دي نقطة ضعف بتبقى موجودة في تقرير الطب الشرعي، والجثة المتقدمة في التعفن لا يمكن معرفة سبب الوفاة فيها إلا لو كانت الإصابات موجودة في نسيج لا يتعفن اللي هو إيه؟ العظم. يعني أنا شرحت الجثة المتقدمة في التعفن لقيت في فتح دخول عيار ناري في الجمجمة أو في القص أو في العظمة اللي هي موجودة فين، أو لقيت كسور نتيجة لإصابات ردية، واحد خد شومة على دماغه. فأنا مش هتكلم عن سحاجات وكدمات، أنا هتكلم على كسور وشروخ في العظام. لا لو تسمم هناخد عينة وبرضو هتتحلل، ولو السم ده نوعيته لا تتكسر بالتعفن يبقى يمكن تحديده حتى بعد سنوات من الوفاة، زي حالات التسمم بالسموم المعدنية زي الزرنيخ والرصاص والحاجات دي، دي بتبقى في الأكفان حتى بعد تحلل الجثة، ونلاقيه في التراب اللي تحت الجثة. واخدين بالنا؟ كان عندي حالة جاتني مرة، واحد جايب لي عباية وقطة متحللة، قطة يعني ايه؟ هو في شخص كان في شهر رمضان، أب كبير بتاع 70 سنة، ابنه اللي هو عايش معاه جاب له السحور وحطه له على الدكة، الراجل كل وساب الباقي، حس ان هو تعبان والاكل مش عاجبه وتعب، وكان بصحة كويسة جدا قبلها، اخواته بيقولوا كان كويس وقعد معانا على الدكة دي. فالشخص ده حطوا له يعني بعد ما كان حط الاكل تحت الدكة جات القطة كلت منه فماتت. الراجل ظهرت عليه علامات التسمم في صورة استفراغ وإسهال، خدوه دول مستشفى، في المستشفى أثناء الإسعافات توفي. فإحنا عندنا دكاترة طيبين وعندهم حسن ظن أو سذاجة، قالوا لهم يا أخوانا الراجل مات، خدوه روحوه إكرام الميت دفنه. فأهله خدوه، وطبعاً رايح معاه ابنه حبيبه، وخدوه ودفنوه. أهل المتوفي اللي هم أخواته شكوا في الوفاة، خاصة من القطة اللي هي كلت من الـ الأكل ده ماتت في ساعتها، فراحوا لفين القطة دي في كيس وشالوها، والعباية اللي الراجل كان لابسها وبيستفرغ عليها برضو شالوها. ليه؟ ابن كان في السعودية جه، راحوا قالوا والله الوضعية كذا وكذا، وأخوه معروف إن هو بياخد مخدرات، فلما بياخد المخدرات ويبقى تحت تأثير المخدرات بيمشي في البلد ويقول أنا اللي قتلت أبويا. فخدنا إحنا دلوقتي ما عندناش الجثة، الجثة ما اتشرحتش، فخدنا العباية وقصينا الحتت اللي فيها البقع بتاعة الاستفراغ، اللي هي عباية سودة وعليها ريم، وخدنا القطة وحللناها، حطناها في محلول ملح، واللي طالع منها اختبرناه لقينا ان دي الجثة دي او الحاجات دي فيها مبيد حشري. فبكده الشخص ده مات من مبيد حشري.
إذن ابنه لو عايز إن هو يطلب من النيابة إعادة استخراج الجثة للشك في جنائيتها ويتم تحليل الجثة سنجد فيها المبيد الحشر، إنما في أنواع سموم مثلا زي المخدرات اللي هي هيروين مثلا أو أفيون، الحاجات دي الواحد لو خدها والجثة تعفنت، وعن واحد خد جرعة القاتلة والجثة دي تعفنت وتحللت، هي نفس المواد دي مواد عضوية نباتية، فنبص لها بتتحلل وممكن ما نلاقيهاش في الجثة. وممكن كمان ان احنا لو لسه الجثة فيه ديدان او حاجة زي كده ناخد الديدان ونحللها يطلع فيها المادة المخدرة دي او يطلع فيها المادة السامة. اعرف وقت حدوث الوفاة؟ في حالات التسمم ده زي ما قلت لكم حسب الماده اللي انا شاكه فيها. ما انا بقول لحضرتك انا هاخد العينه حتى يعني من التراب اللي تحت الجثه ومن الاكفان بعد سنه هاخدها احللها، لو لقيتها إيجابية لمادة معينة زي السموم المعدنية أو المبيدات يبقى عرفت سبب الوفاة. لكن في هذه الحالة لازم أخد عينة من التربة اللي هي من المقبرة بعيداً عن الجثة عشان أعرف إن دي مش تلوث في الأرض موجود، معينة مقارنة. مش أياً كان، حسب نوعه. إذن أنا لو عملتها لو مفيش حد فاصل. ليه؟ لأن كل مادة من المواد ممكن إنها تتكسر وتتحلل، في سموم بتبقى وفي سموم بتتحلل. فأنا لو خدت العينة وطلعت سلبية مش معنى كده إن هو مش واخد حاجة، إلا لو في ملابسات تشير لمادة معينة. ما انا قلت لك دي حاجه مفتوحه. نفساعد نونس. يا اخوانا الموضوع بيبقى فيه ملابسات او في تحريات تشير ان الراجل ده الماده اللي اتعطت له احتمال تبقى كذا. ايوه خلاص يا استاذه احنا بنجاوب على سؤالك، اتفضل. هو اللي بيحصل ان لو في وفاة مشتبه فيها بعد دفنها، بتكتب حضرتك كمحامي مذكرة للنائب العام عشان طلب استخراج الجثة وتحليلها. ما هو لا، التصريح ده بيتم ازاي؟ بان هم بيبعتوا للطب الشرعي لبيان مدى جدوى استخراج الجثه. لو الملابسات بتقول انها ماده ممكن تكون قد تكسرت وعدى وقت طويل، الطب الشرعي بيقول لها جدوى. لو في اصابات في الانسجه الرخوه ومع التحلل ضاعت يبقى لها جدوى. انما لو كانت مواد من المعروف انها تبقى في الجثه
فيقول يمكن استخراج الجثة أو إصابات في العظم، يمكن استخراج الجثة. بص، هو الجثة بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام استخراجها عشان أشوف حاجة في الأنسجة الرخوة بيبقى لها جدوى منه لو إصابات. هنتكلم عن دور الذباب او الحشرات في تحلل الجثة. يعني انا من شويه اتكلمت عن الميكروبات والجراثيم اللي موجوده في جسم طبيعي، في جزء بقى بيجي لنا من الحشرات. الحشرات احنا بنقول الجثة دودت، مش كده؟ الجثة بتدود ازاي؟ زي ما قالت الاستاذه كده، ان في حشرات ومنها الذبابه الزرقاء والذبابه الخضراء والذبابة المنزلية. أول ما الواحد بيموت بتشم ريحة الوفاة وتصل إلى الجثة أينما كانت الجثة مخبأة. عندها قدرة على شم ريحة الجثة على بعد عدة كيلوات من مكان الوفاة أو مكان وجود الجثة. عشان كده يقول لك مش هخلي الدبان الأزرق يعرف لك الطريقة. عملوا تجربة إن هما جابوا الجثة وحطوها في شنطة، وشنطة فيها سوستة، وقفلوها وقالوا عشان الدبان ما يقدرش يدخل لها ويضع البيض بتاعه على فتحات الجسم. فلقوا ان الدبان بيجي ويضع البيض على فتحات الجثة ليسقط على الجثة ويبقس ويطلع الديدان اللي بتتغذى على الجثة. اذا الجثة المدفونة في اكفانها وموجودة في مقبرة مغلقة بيصل اليها الدبان ويضع كمية كبيرة من البيض على فتحات التنفس وعلى الجروح، ثم تفقد هذه البويضات بعد عدة ايام وتبتدي تكبر البويضة الديدان دي او اليرقات، وفي وقت معين بتنزل هذه الديدان في التراب وتتشرنق وبعد الشرنقة تخرج منها دبانة جديدة. الحاجات دي كل حاجة لها مدة معينة. اذا من فحص الجثة ومعرفة الطور او المرحلة اللي فيها الدودة اقدر احدد وقت حدوث الوفاة. تمام؟ يعني لو لقيتها لسه عبارة عن شوية بويضات زي الرمل اقول دي لسه في مرحلة الثلاث ايام الاولى. لو لقيتها ان البويضات دي فقست وطلع منها ديدان يبقى عدى عليها اسبوع. لو بقيس طول الدوده واعرف هي طولها كام سنتي واقدر اقول وقت حدوث الوفاه من طول الدوده. لو لقيت ان الديدان دي تحولت لحشرات اذا عدى عليها فتره من 10 ايام لاسبوعين. عشان كده اللي يروح يزور ميت يعني في خلال 15 يوم يجد على المقبره بتاعته ديدان خضراء ذباب اخضر صغير اللي هو بعد الفأس. تمام؟ ده دور الديدان. في حاله ما الاقي الجثه فيها اصابات اقدر اعرف الاصابات دي حدثت قبل الوفاه او بعد الوفاه، ودي بتبقى موجوده في تقرير الطب الشرعي يقول لك اصابات حيويه. إصابات حيوية وإصابات غير حيوية. الإصابات الحيوية دي بتحدث أثناء حياة الشخص، والإصابات غير الحيوية بتحدث بعد الوفاة. يعني مثلا الجثة الشخص اتقتل وتم طعنه عدة طعنات بعد وفاته للتشفي منه، أو إن الجثة بعد ما اتقتل تم تقطيع أوصاله. يعني مثلا الرأس دي فصلوها عنه بعد وفاته، فبعرف بيبقى فيه، أو إن الحشرات والنمل والحيوانات دي كانت الجثة بعد الوفاة. في الإصابات التي تحدث بعد الوفاة بتبقى ما فيهاش نزيف دماء، بتبقى فيها متقاربة، بتبقى السحاجات بتبقى لونها بني وما فيهاش إفرازات. يعني في الطبيب الشرعي يقدر يحدد اذا كانت الجروح الموجوده في الجثه دي حصلت قبل الوفاه فهي جروح حيويه
أو بعد الوفاة تبقى جروح غير حيوية. وكده ننتقل لمرحلة الجروح. طب الله يكرمك، الجروح عايزة المايك بالظبط سبعة هادي على عشان احنا نسمع أي جروح. مرحلة تحلل الجثة في الوفاة الطبيعية هي نفس مرحلة تحلل الجثة في الوفاة غير الطبيعية؟ أنا هقول لحضرتك. أيوه قول السؤال. الأستاذ بيقول لي يا جماعة السؤال ده مهم أوي. أيوه قول السؤال. بيقول إن هل تحلل الجثة في الوفاة الطبيعية زي في الوفاة الغير طبيعية؟ بقول له في هناك اختلافات. لو الجثة مثلا فيها نزيف، الجثة نزفت كل الدم اللي فيها في مسرح الجريمة، يقل فيها التعفن. لو الشخص ده تم تسميمه بمبيد حشري، يقل فيه التعفن. لو الشخص ده واخد مخدرات زي الأفيون والهروين والأمفيتامين، ودي مواد بتساعد على نمو الكائنات لا الدبان والحاجات دي بتنشط معاها، فبتزيد من سرعة التعفن. درجة الحرارة اللي موجودة فيها الجثة وطريقة تكفينها بتؤثر على عوامل التحلل. وجود الجثة في المية أو وجودها في الهواء برضو بيأثر على معدل التحلل. تمام؟ إذن في اختلافات. احنا هنتكلم دلوقتي عن الجروح، وبنقول الجرح هو عبارة عن تفرق اتصال اي عضو في الجسم. لو جت في الجلد يبقى في جروح بانواعها، لو جت في العظم تبقى كسور، لو جت في انسجة يعني مبطنة للجسم بنقول عليها تفرقات. المهم ان احنا الجروح من الناحية القانونية بنقسمها لثلاث انواع: جرح بسيط وجرح خطير وجرح مميت. الجرح البسيط هو جرح يحدث له التئام خلال مدة أقل من 20 يوم من حدوثه، ولا يحتاج لتدخل طبي شديد. يعني ممكن جرح يحصل ناخد له غرزتين ثلاثة إن شاء الله حتى 10 غرز، يعتبر جرح بسيط لو هو ما أداش لنزيف قاتل. إذا كان يؤدي لنزيف يبقى يتحول لجرح إيه؟ مميت. واخدين بالنا ده جرح البسيط ولا يترك عاهة. احيانا يبقى فيه جرح بسيط ويترك عاهة امتى؟ لما يتداخل مع حواس الجسم. يعني واحد حصل له حد هبش في قرنية العين، خربوشة في قرنية العين تعمل لي عدامة في القرنية وتخلي الواحد ما يشوفش كويس وبصفة دائمة، تبقى دي عاهة مستديمة. حد خد صفعة على ودنه وعملت له ثقب في طبلة الأذن، لو لم يلتئم يتحول لعاهة مستديمة. لو الجرح القطعي حصل في منطقة فيها شرايين وأوعية دموية يتحول إلى جرح قاتل. الجرح الخطير هو جرح يشفى في فترة أكثر من 20 يوم، أو إن هو ينتج عنه يعني يحصل له التهاب في أقل من 20 يوم بس ينتج عنه عاهة مستديمة، زي الكسور. الكسور جرح عبارة عن جروح بيحدث ليها التهاب في أكثر من 20 يوم. إصابات العضلات والأوتار والأعصاب بتحدث ليها التهاب أكثر من 20 يوم، ولذلك هي بتعتبر من الجروح الخطيرة. إنما الجرح اللي يؤدي لوفاة الشخص مباشرة بعد إصابته أو بعد الإصابة، ولكن بسبب الإصابة بعدها بأيام أو أسابيع أو شهور، يعتبر جرح مميت. يبقى هو ده سبب الوفاة. اللي بنقول الوفاة لو حصلت نتيجة لمضاعفات إصابة معينة، حتى لو الشخص ده توفى بعدها بشهور، يبقى الجرح ده هو سبب الوفاة. لو هنقسم الجروح حسب الآلة المحدثة ليها، هنلاقي إن أنا عندي الآلات إما تكون آلات رادة زي أي جسم، حيطة، طوبة، شومة، الأرض، السلم، الديسك أو المكتب،
دي واحد وقع من فوق على الأرض، كلها دي أسطح وأدوات رعبة، وهناك أدوات قاطعة زي السكين والخنجر والموس والقطر والحاجات دي، دي تعمل لي جروح قطعية، إنما الآلات الرادة ممكن تعمل جروح سحاجات وكدمات وجروح تهتكية أو كسور في العظام. وهناك جروح طعمية برضو بالآلات الحادة عند غرسها في الجسم، وطبعا في جروح نارية دي باستخدام الأسلحة النارية. السحاجات تقشر في الطبقة السطحية من الجلد، بتبقى ما تجيبش دم نزيف مهما كان سطح واسع، ما يدينيش نزيف إلا نقاط صغيرة من الدماء، لكن ما عملش نزيف نقول مات من النزيف عشان عنده سحجة كبيرة، لا. السحجة هي تقشر في الطبقة السطحية من الجسم، كلنا تخربشنا في أي حاجة وتقشر الجلد، تقشر في الأول بيبقى لونه أحمر وفي نقاط صفراء أو نقاط دموية بسيطة، وبعدين يبتدي يعمل قشرة. هذه السحجة وهي حديثة زي ما حضراتكم شايفينها كده، سطح معرض من الطبقة السطحية فقط، بعد كده المواد اللي موجودة على سطح تبتدي تعمل قشرة، بعد كده القشرة دي تبتدي تفك من الأطراف وتنشف ولونها يغمق، بعد كده تبتدي تدخلها حسب حجمها، لو هي حاجة صغيرة تدخلها بسرعة، ولو هي كبيرة تدخلها من الأطراف وبعدين المركز، والمكان اللي هي كانت فيه يبقى لونه متغير سواء محمر أو غامق، ومع الوقت ياخد لون الجلد الطبيعي. وكل واحد عنده خربوشة ضاعت وما يعرفش هي فين دلوقتي، تمام كده. ده بيحصل له التئام في أقل من 20 يوم. كل تغير من التغيرات دي ممكن ياخد يومين ثلاثة، يعني جرح اللي هو لسه في خلال 24 ساعة يبقى معلهوش أي طبقة متكونة عليه، يدوب جرح مدمم بسيط. بعد كده بعد من 2 لـ3 أيام يبتدي يعمل قشرة اللي لونها فاتح، يومين ثلاثة تاني القشرة دي تبقى غامقة، يومين ثلاثة تاني تبتدي تلاقي القشرة دي تفك، واخدين بالنا تاخد كام يوم قبل ما تفك. فإذا الطبيب يقدر يحدد مدى اقتران عمل اعتداء معين بشخص، وبنلاقي إن من المهم فحص المتهمين. المتهم بنشوف فيه إذا كان فيه خرابيش وسحاجات وكدمات في جسمه ولا لا. مش وكيل النيابة بيفحص المتهم؟ ليه؟ عشان يشوف إذا كان فيه مقاومة من المجنى عليه وميعادها يتفق مع الحادث ولا لا. فدي بتبقى في صورة سحاجات وكدمات. دي السحاجات. السحاجات بقى بتبقى موجودة لو حالة اختناق نلاقيها على الرقبة، لو اعتداءات جنسية نلاقيها على الأبخاز من الداخل، فدي بتدلني على نوع العمل الإجرامي اللي حصل. وبيبقى معاها الكدمات. الكدمات دي عبارة عن ايه؟ الكدمة دي عبارة عن تجمع دموي تحت الجلد السليم. الجلد في أوعية دموية بتتهرس ويطلع الدم يتجمع، لكن الجلد ما بيتفتحش. اي واحد اتخبط في حيطة ولا في سلم ولا في اي حاجة دي ورمت، لكن الجلد ما اتفتحش، هي دي الكدمة. الكدمة برضو بتحصل لها تغيرات في لونها نتيجة لتحلل الهيموجلوبين، فبعد ما تبقى ساعة ما تتكون تبقى حمراء، بعد كده تبتدي تزرق، وبعدين تاخد اللون الاحمر، وبعدين تاخد اللون البني، وبعدين تاخد اللون الاصفر الى ان تضيع. ما هي الكدمة هي الرد. هي. بس على حضرتك يبقى فيها كدمة وبعدي
لو الخطة جديدة تعمل لي فتح في الجلد فتبقى تعمل لي جرح رب أو جرح تهتك هو نفس الكلمة. فدي حسب قوة الايه قوة الضربة. واحد ممكن يتضرب بشوبة تعمل له يتورم راسه بس، لكن ممكن انها تفتحها وتعمل له جرح، وممكن انها تكسر العظم تحتيها وتعمل له كسر وجرح خطير، وممكن يؤدي للوفاة نتيجة لأنزفة في الدماغ أو نتيجة لانغراس الفتات العظم ده داخل الدماغ. أدي كدمات بنشوفها ألوانها بتختلف ومن لونها نقدر نحدد وقت حدوثها. لما بتتعمل بتبقى لونها أحمر وبعدين تبتدي تبقى تاخد ألوان مختلفة، ممكن تبقى أزرق وتخضر وكده حسب حجمها والمكان اللي هي موجودة فيه. أحيانا الواحد يضرب في قرطه نلاقي عينه بقت سودة، فهو يقول لك لا ده ما اتضربش في عين، لكن المفروض ان الطبيب عارف ان احيانا الدم يتجمع اللي في القوره ده ينزل على العين والمناخير، لان هنا المكان الجلد مشدود على عظم ما في وبالجاذبيه ينزل في عينه. احيانا الواحد يتضرب على سماله رجله ينزل النزيف ده حوالين مفصل الكاحل، فدي بتختلف حسب المكان اللي الواحد بيتضرب فيه، ويعني يحصل هجرة للكدم. الكدم بياخد شكل الآلة المحدثة ليه، يعني زي ما حضراتكم شايفين ان الكدم في ليه شكل معين. الواحد لو ضرب بعصاية زي الواحد ما يمسك واحد ويعبطه، فتلاقي العصاية دي بتفق تعمل لي خطوط على الجلد. هي بتاخد شكل الواحد لما يضرب مثلا بالقلم على وشه يلاقي صوابع معلمه يقول لك واخد ايه الخمس صوابع باينين. اذا الكدمه بتاخد شكل الاله المحدثه ليه. الجروح الرديه هي بالالات الرادة زي ما قلنا، بس الضربه شديده لدرجه انها فتحت الجلد اللي تحتيها، خاصه لو في اماكن الجلد موجود على العظم زي في الدماغ زي في قصبه الرجل زي عند الكوع وهو متني، لو واحد اتخبط جامد يتفتح الجرح زي ما حضراتكم شايفين. في بعض الزملاء برضه الشباب عايزين يعرفوا يعني الفرق بين ان بعض الطرق حديده حاده او حديده كتله او قطعه. دي كانت اصابات ودي كانت اصابات. ايوه تمام. ولا انا اللي مثلا واحد ضرب من ماسوره، الماسوره دي مستديره حرفها ما هوش حاد، ففي الحالة دي تعمل لي لو الخطة خفيفة تعمل لي تورم اللي هو كدمة، لو الخطة تقيلة ممكن تعمل لي جرح تهتكي، وكسور في العظام لو في عظام تحتيها سواء عظام كسر شرخي أو كسر منخفض يعني داخل لجوه، وده بيبقى خطير. ده بيبقى خطير خاصة لو في الدنيا يبقى قاتل. انما لو الواحد ضرب بآلة حادة ثقيلة يعني مثلا سطوف فاس اي حاجة ليها وزن تقيل وليها حرف حد الى حد ما، فبتعمل لي حاجة اسمها جرح قطعي ردي. الجرح القطعي الردي ده فيه خواص الجروح القطعية مع الجروح الردية، يعني ليه حوافي متسحجة واحيانا نلاقيه حوافيه غير منتظمة، ودي من صفات الجرح الردي. واخدين بالنا؟ فده اللي بيتضرب بالسطور وبالسنجة وبال اللي هي الأدوات الردة الثقيلة. أحيانا الجرح القطعي بيشبه الجرح الردي يشبه الجرح القطعي، خاصة لو في جلد مشدود على عظم، يعني الواحد ممكن يبقى مخبوط في الحيط أو يديني جرح طولي زي اللي حضراتكم شايفينه في الصورة هنا، واحد جرح كده ده اتخبط في الحيط وعمل كده تمزق الجلد بشكل طولي. المفروض الطبيب ما يتخلطش ما بين الجرح القطعي والرد، وده بتحصل في الناس اللي بتضربوا بشومة على دماغهم. يبقى الطبيب الغير واعي اللي هو ما يعرفش في الطب الشرعي يقول لك ايه ان ده جرح قطعي، والناس الشهود يقولوا مضروب بشومة او
يميز ما بين الجرح القطعي والجرح العضلي. تلون الكلمة بقى دكتور. احنا قلنا تلون الكلمة. قلنا ان هي بتبتدي وهي حديثة لونها احمر وبعد يومين تبتدي تبقى ازرق وبعدين اخضر نتيجة لتحلل مادة الهيموجلوبين ونتيجة لان هي بتبتدي تمتص بعد التحلل الا ان تختفي. دي اشكال الجروح القطعية او الجروح العضية خاصة في حوادث السيارات والصفات من علوية. الجروح القطعية هي امرار النصل الحاد لآلة حادة على الجسم نحن بنمرره مش بنغرسه. لو غرسناه يدينا جرح طعن. لو مررناه كده زي قطر او سكينة او موس يدينا جرح القطعي بتبقى حواجين متساوية او منتظمة بزوايا حادة زي ما احنا شايفين كده. الجروح القطعية في ناس بتعملها لنفسها عشان تتهم الآخرين وده بنسميه جرح الجروح المتبركة أو المصطنعة. فليها مواصفات إنها جروح متوازية وسطحية وفي أماكن تقدر إيد الشخص توصلها يشرط نفسه ويروح يدها على شخص. في مرضى نفسيين بيحبوا يأذوا نفسهم بالشكل ده. فطبعا المفروض الطبيب بيعرف ال نعم زي ما حضرتك شايف الصوره ان دي جروح متوازيه. انا مش اهل الخبره. ايوه الطبيب انت حضرتك هتطلب عرض المطاب ده على الطب الشرعي. ليه؟ لان هو هيعمل شويه الخطوط دول ويدعي ان الاعتراف اللي اعترفه كان نتيجه اطراف وان حضره الضابط ضربك بايه؟ ضربني بعصايه خرزان رفيع. فتيجي بعد كده يجي الطبيب الشرعي يفحصه يلاقي عباره عن جروح عاملها بقطر او عاملها بموس او بريزه كده او اللي هي العمله المعدنيه يشرط نفسه. الجنيه بتاعنا ده تقول الجنيه يشرط نفسه ويقول لك ان ده ضربني بخرزانة مثلا. وبالتالي الطبيب الشرعي بيعرف اذا كان هو اللي عملها ولا لا. ممكن يعملها حد تاني يعملها له ويعملها بظهره. ممكن في الحجز بيعملوا كده والطبيب الشرعي برضه بيعرف. اتفضل حضرتك. تقرير اصابي مبدئي. لا المفروض يحدد. المفروض يحدد لان احنا بندرس للطلبه ماده الطب الشرعي وبنخليهم يكتبوا التقارير. لا هو المفروض يتحدد. المفروض يتحدد وده اللي بنعلمه للطلبة. هو انا لسه باقي الجروح بس. ده كويس انا معاك في كده. ده انا لو وصل ان هو يوصف لي كويس لان الاصابات البسيطه اللي زي دي قبل ما بتروح الطب الشرعي. لان لو حضرتك كمحامي وطلبت عرض على الطب الشرعي هيلاقي ان حصل تغيرات والتئام. يعني لو كلمه خفت الكلمه. عشان كده بيعملوا ايه في الشرطه لما يكون عندك متهم بيقول ان انا ضربوني الضابط ضربه يروح مع الضابط ان حضرتك تطلب عرض المصاب على الطب الشرعي يروح مأخره كام يوم وبعدين يعرضه على الطب الشرعي تكون الاصابات تاثيرها اختفى لانه عارف لو في سحجات او كدمات هتختفي. لو وصفه انا ممكن
الآلة، لو وصف استنتج الآلة، تمام؟ أنا عايزاه يوصف بدل ما شخص غلط. شكرا
تمام كده؟ وفي مقذوف في طلقه فيها مقذوف واحد بنسميه سلاح وحيد المقذوف ده اللي بيطلع رصاص. ده ممكن تكون مسدسات وممكن تكون بنادق. فالجروح اللي بتنتج عنها الاسلحه الناريه، طبعا الاسلحه الناريه بتبقى اصابات خطيره خاصه لو جت في اعضاء حيويه، جت في الدماغ، جت في القلب، جت في البطن. لو جت في الاطراف ما بتبقاش خطيره الا لما سابوه ينزل. المسافة بيحددها الطب الشرعي بناء على وجود علامات قرب الإطلاق، وإحنا بنحدد المسافة والاتجاه ونوع السلاح، وإذا كانت يمكن حدوث الإصابة وفق تصوير الشهود أو المجمع عليه أو لا. لو أنا عندي إصابة بسلاح خرطوش اللي هو سلاح متعدد المقذوفات، هنلاقي لو في خلال متر واحد من فتحة أو فوهة السلاح المجن عليه موجود خلال متر، يعني قريب منه، يعمل لي فتحة دخول واحدة كبيرة بحواليها غير منتظمة وحواليها علامات قرب الإطلاق اللي هي اسوداد وتمزق نتيجة للغازات لو خلال 15 سنتي، واحمرار نتيجة للهب اللي طالع، ونمش برودي نتيجة للبرود اللي موجود في الفرطوش. دي علامات قرب الإطلاق. يبقى أنا في الأسلحة الفرطوش لو من قريب خلال متر هتبقى فتحة دخول واحدة، لو أكثر من متر يبتدي يحصل حاجة انتشار للرش ده، فالانتشار ده يعمل لي فتحة مركزية وفتحات صغيرة حواليها. كل شخص ده ما يبعد عن بوية السلاح كل ما الانتشار يزيد لحد ما الشظايا دي أو المقذوفات دي تدخل كل واحدة لوحديها وما يبقاش في جرح مركزي. كده مسافة الإطلاق تبقى أكثر من 4 متر وتختفي علامات قرب الإطلاق الموجودة. المشكلة بقى في الطب الشرعي ان هو بيحتسب علامات قرب الاطلاق كلها كانها حاجه واحده. علامات قرب الاطلاق خلال 15 سنتي الاقي تاثير الغازات وتاثير الاسودات وتاثير الاحتراق والنمش البارودي. لو دايم عن 15 سنتي لحد طول الماسوره بتاعت السلاح حسب السلاح طويل او قصير، دي اللي بيدفعها الطب الشرعي. اللي هو يقول لك 50 سنتي او 25 سنتي حسب طول الماسوره. انما لو اكتر من كده هنلاقي وشم بارودي اللي هو نقاط حوالين فتحه الدخول. اجيب لكم الصوره عشان تشوفوها. احنا شايفين هنا عندنا في الصوره دي فتحه دخول واحده كبيره. وهنلاقي المقذوفات الرشية موجودة في الجرح. المقذوفات الرشية ما بتعملش فتحة دخول وفتحة خروج إلا في حالة واحدة، هي وجود فوهة السلاح على جسم المصاب ومنضغطة. فتأثير الغازات بيخلي المقذوفات الرشية دي تطلع بفتحة خروج واحدة. ودي كانت إحدى القضايا عندي اللي اختلف فيها الشهود. الشهود لقينا فتحة دخول كبيرة وفتحة خروج كبيرة في الفم. فالشهود واحد فيهم قال ان ده على بعد سنتي او سنتي ونص، وواحد تاني في نفس البيت قال ان الإصابة دي على بعد متر او متر ونص. جه الطبيب الشرعي قال يجوز حدوث الإصابة وفق تصوير الشهود الوارد في مذكرة النيابة. واحنا قلنا كده ما الكون اللي ده كون اللي ده طلق فرطوش ويعمل فتحة خروج ده دليل على ان فوهة السلاح على الجلد مباشرة. لا ما يتساهل كتب بغلط، ما هو ده التقرير الاستشاري اللي بنعمله. واثبتنا فيه ان الاصابة حصلت في البيت من فحص مسرح الجريمة، واثبتنا
وان هو ممكن يصل لمرحله الهذيان ثم مرحله الغيبوبه.